السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا ولاد، دي كبيرة، أنا آسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف ايه حكاية التفخيم والترقيق. الدرس الأول عندي من دروس ايه التكوين. الدرس ده من أكتر الدروس المهمة جدا في القراءة، بيعلمني إزاي أخرج الحرف، وإن أنا أعرف إزاي أخرج الحرف صح من مخرجه الصحيح. ده بيعلمني إزاي حتى إن أنا أكتبه، يعني حتى في الإملاء لما أجي مثلا أكتب إملاء أو أكتب موضوع تعبير وأقدر أخرج الحرف إذا كان مفخم أو مرقق، أنا بعرف أفرق. ماشي يا سيف، افتكرت البرامج المصرية؟ هذا مثلا عليكم في الحلقة القادمة. صح كده؟ أو بعض لا، تبقى الفرص فيها حتة تشويق يا سيف، تبقى الحصة غلسة وتكنة كده. أنا معرفش أكون غلسة في الحصة، لازم يكون في حتة دلع كده بتاعت ميس أمان، عشان تبقى حتتي مختلفة غير أي حتة تانية. يلا بينا نكمل ونتابع بعد يبقى سيف مفصلني الحمد لله. نكمل. هنقول ان انا عندي هنا في بعض الكلمات في لغه اللغه العربيه عامه، او اي حرف من حروف اللغه العربيه لازم ان انا اخرجه من مخرجه الصح. لو انا خرجت الحرف من مخرجه الصح او قلته صح بما يرضي الله زي ما بيقول، او بيصح مخرجه الطبيعي بنفسه الصح كل حاجه، انا كده عرفت اغلب احكام التجويد. متخيلين اللي بقوله؟ يعني انا لو انا اتقنت خروج الحرف يبقى انا كده عرفت اقرا قران ربنا كويس. يعني انا كتيتشر مثلا كان معايا مدرسه بقالها اكتر من 30 سنه بتدرس، تخيلوا يعني رقم، مدرسه عتيقه، كانت تقرا سوره النبأ بتقول انا كنت بحفظ. قلت لها تمام سمعي كده يا مس. ساعتها انا كان عندي 21 سنه او 20 سنه، كنت لسه متخرجه من كليه التربيه واول تعيين ليا. صعقت لما لقيتها بتطلع لسانها في السين وتقول لي يا عم يتفاءلون، يتفاءلون بالت مش بالسين، عن النبأ العظيم، والعظيم بيطلعها كده الذي هم فيه، مش الذي، الذي عادي ذال، هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، وبتطلع لسانها في السين. وللأسف للأسف الشديد إنها تتشر عربي، يعني مدرسة عربي. ساعتها قلبي وجعني. مش كل تيتشرز او كل المدرسين يعني انت تعتمد عليهم في الطلاب، لازم يكون حد حابب الماده نفسها وبيعرف يقرا قران ربنا كويس قوي. هو قران ربنا اللي احنا بنقراه ده بيعرفني ازاي اتعلم لغتي، الهويه بتاعتي، اللغه اللي ربنا كرمها وانزلها وانزل كلامه سبحانه وتعالى به بهذه اللغه. درس التفخيم او الترقيق بيقول لي، ده طبعا من دروس احكام التجويد، عندك الكتاب بيقول ايه؟ التفخيم وتضخيم الحرف حين النطق به كنطق حرف الطاء في قوله طه. أنا ممكن أقول إيه؟ تاه. في فرق صح؟ كل واحد يجي يقفل المايك عادي زي ما هو ويجرب يقول إيه؟ تاه، لكن طه. طه إيه اللي حصل؟ أنا مجرد مليت نفسي أو بقي بهوا تاني زيادة، تا عادية، لكن طا بصوا في حس ان فيه هوا اتملى في بقي وبخرجه وهو مليان، بقولها زي كده طه طا طا. الحروف اللي بتفخم ايه هي؟ او هي حروف ان انا اخليها مفخمه وهي خارجه من نفسي، بيتكونوا في كلمه خص ضغط قلب، خص ضغط قلب، خ والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. انا وانا بقراهم بصوا حتى ازاي بقولها ازاي، خ ص ض غ ط ق ض. الحرف نفسه طالع غريب ليه نفس كده معايا، فاول ما الاقي حرف من الحروف دي انا بخرجه كده. نعم يا بتقول اتفضلي. ميس، يعني لو لما نيجي ننطق الحروف دي بنحاول نخلي واحد منطق بننطق حاجة قوية، بنخلي صوته قوي كده شوية، بنفخمه. ايه بقول لحضرتك لما بتاع التفخيم دي، يعني لو احنا نضخم الحرف كده أو نطلعه قوية ايوه، طلعت لبين حرف. بيطلع نملى نفسنا هوا، املى بقي هوا، اقول كده ط، لكن الت ت
ممكن اقول طا طا يا حلاوه، طا دي دلع خالص، دي طا دي دلع 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 يعني. عشان اقول مثلا يقول ايه انا اسمي طاطا، لا طاطا دي خالص ضايع ما ينفعش. لكن اقول طا، او اسمك ايه يا حبيبي، يقول لي مثلا طاهر، طاهر دي ما تنفعش. لكن طاهر تمام، طه، ادي كانت طه، القاف والخاء نفس الموضوع. ما ينفعش اقول ايه مثلا خس، انا باكل خس، خس دي ما تنفعش. واقول خروف، خروف دي ما تنفعش، ده دلع خالص كده، دلع جامد. يقولها ازاي؟ خاء، خروف، خاء، خروف، صقر، والسقر، سكر، والقاف برضك في كلمة صقر مفخمة، فقولها ازاي؟ صقر. طب اديني مثال لحتة فرق بين السين والصاد والتاء والقاف مثلا. لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا عادي، الصراط بس قولها ازاي؟ انا أص 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 مش أس، في فرق، أس أص، حاسين بالفرق أكيد. أس قولوا معايا، قولوا في سرك كده، قول معايا وانت قافل المايك، أس أص في فرق، أس صراط أص صراط. ها هتحس انت وانت بتنطق الحرف نفسه غريب غير ما كنت بتقرأ عادي، لكن انا بطلع الحرف مفخم مصطحب بهواء، الهواء ده بيملى نفسي، بيملى بقي، بيملى التجويف الفمي زي ما بنقول. يبقى ايه؟ الصراط المستقيم، المس سين اهي مش اص اس، اهدنا الصراط طا، المس سين تا مش طا، تا قيم المستقيم. عشان كده في بعض الناس اللي مثلا البسيطة يقول لك ايه مثلا، الله لا اله الا هو الحي الكيوم، كيوم دي كده غلط، كيوم لا دي قيوم. طب حط ايديكم انتوا كلكم كده، كل واحد بس فيكم. كيوم دي بالكاف. ايوه هما ناس بيقول لك، في ناس البسيطة انا ما تعرفش تفرق يعني، فانا عايزة اقول لك ازاي افرق. او مثلا حط ايدك كده عند اللي هي الحرق اللي بتتحرك في زور الولادة، اللي هي تفاحة آدم دي، حاجة كده تبقى طالعة كده من زور الولاد، الرجالة خصوصا بتبان أوي أكتر من البنات، اللي هي بتتحرك وأنت تتكلم دي، اللي هي تحت عند الحنجرة، وقول قق 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 قق، هتلاقيها طالعة من عندها بالظبط تتحرك معاك، قق 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 قق. حط إيدك بقى نفس الإيد دي تحت ودنك، تحت ودنك بالظبط، قول ك ك ك ك ك، هتلاقيها طالعة من ورا. ايه ده؟ ده كل حتة ليها مكان معين سبحان الملك. انا طلعت الحرف صح؟ هذا طبعا مفخم ولا مرقق؟ طيب عرفنا الحروف المفخمة، خص ضغط قم، كم حرف يا تيتشر؟ 7 حروف كده، اول 7 حروف. هل مقترنة بقى عليها فتحة، عليها ضمة، عليها سكون، هي ورا؟ لا 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 لا، ولا الهوا، ملهاش اي حاجه غير انت تطلعها صح، على فتحه صاد صيص ضاد ضيد خا خيف وقعاد، مهم يطلع الحرف صح. يبقى اول حته اعلم عليها في الكتاب ان حروف التفخيم هي ايه؟ قصه ضغط قل، خلاص. ايه حكايه بقى كلمه الله سبحانه، لفظ الجلاله سبحانه الله، وامتى اقول الله وامتى اقول الله؟ ليه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولما اقرا ايه الكرسي اقول كده الله لا اله الا هو، لما اقولش الله لا اله الا هو؟ قال لي هنا في الكتاب بيقول ايه؟ حرفان فخمان بشروط، اللام في لفظ الجلاله لا ترقق الا اذا سبقها كسر. يعني ايه هي الكلمة دي؟ انا بقول ايه؟ بسمي، بسمي، ادي الميم تحتيها ايه؟ كسرة، بسم الله، فهنا اللام بتاعت كلمة لفظ جلال الله تبقى مرققة، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لما تكون مثلا عندي كلمة زي مثلا ايه؟ الله لا إله إلا هو، أو لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو، الله ليه بقولها الله؟
فأقول كده الله، لأن مفيش قبلها حاجة تخليها مرققة، فلو كان قبلها بقى ضمة أو فتحة تبقى الكلمة إيه؟ الله. قبلها كسرة تبقى الله. تمام كده شباب؟ تمام. ثواني اقعد معاكم. يبقى انا عندي هنا خصة ضغط الخط، وقلنا كلمة الله امتى ترقق وامتى تفخم. طب في حرف تاني تيتشر؟ اه، حرف الراء بقى. حرف الراء هنعرف تفصيل لحكمها بس بعد ما حط ايه، معرف الترقيق. يعني ايه ترقيق؟ طيب الاول الترقيق ان انا اخلي الحرف كده رقيق كده واضح انطقه عادي. تنحيف الحرف اسمه، اقول الحمد لله. طب ايه هي الحروف التي ترقق؟ كل الحروف ما عدا خص ضغط ايه، خص. تمام. هنا بيقول لي خص ضغط قز اصلا معناها ايه تحت؟ يعني اقم وقت حرارة الصيف في خص ضغط او خص ذي ضغط، يعني اقنع من الدنيا بمثل ذلك او ما يقاربه، ولا تغتر بزينتها وزخارفها، يعني ما تهتمش بالدنيا واللي فيها. وتفخيم كلمة اللام في لفظ جلال الله إذا تقدمها فتح أو ضم. إزاي؟ أقول قال الله، قام عبد الله، أو اللهم، كلها الإيه؟ هنا اللام مفخمة. وترقق إذا تم إيه؟ إذا تم كسرها. تمام يا ولاد؟ خليكم معايا ثانية واحدة. حاجات رسالة بيقول لي انتي منزلة لينك الحصة ليك، أصلا مش عارفة مين ده اللي بيقول لي كده. ماشي ماشي، حاجة ما نفكرش، دخلنا في الدرس. يبقى الحروف التي ترقق هي الحروف التي لم تذكر في التفخيم وعرفناها بأي حرف غير خص ضغط إيه؟ هنقلب الصفحة، أنا عندي في المعلم بقلب الصفحة. حكم حرف الراء من حيث التفخيم والترقيق، نيجي بقى ونركز مع بعض أوي. حرف الراء الطبيعي إن هو رقيق، ان انا عندي الحروف المفخمه ايه، خص ضغط قز. انما لما اجي اشوف هنا بقى حرف الراء امتى يكون مفخم، بيقول لي اذا تحركت بضم، زي لما اقول كلمه ايه، رزقنا، رزقة، رزقة، رزقنا. الراء هنا لو فيها ضمه تبقى ايه، رو رو رو، مش ري ري ري، لا رو كده ضم. وبرضك لو كانت مفتوحة يسيرة، غلط، تتقرأ كده يسيرة. معايا يا ولاد؟ ما اقولش يسيرة، اقول ايه، يسيرة. نكمل. طيب خليكم معايا معلش. نكمل يا ولد. فهنا بيقول لي اذا تحركت بضم او تحركت بفتح الاثنين يبقى الحرة ايه، مفخمة.
إذا وقعت ساكنة بعد ضم مثل فهجر. فهجر يعني هي ساكنة وقبلها إيه؟ ضم، أو بعد فتح قرية، قر يعني قبلها فتح، قبلها ضمة، أو هي عليها ضمة، أو هي عليها فتحة، كل دول مفخمين. إذا وقعت كمان بعد حرف ساكن غير الياء إزاي؟ قبلها مثلا فتحة أو ضم، أقول إيه؟ مثل الأمور، القدر، قدر برضك إيه؟ مفخم. يبقى الأغلب الراء كده مفخم. طب ما أنت كده، أنا اتلخبطت يا ميس، أنا إمتى أفتكر ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ قال لي خد بس الترقيق بتاع الراء، وأي حاجة تانية غير الراء في الترقيق خلاها مفخمة. يعني خلي الأصل في الراء التفخيم ما عدا الوقت ده. فترقيق الراء امتى؟ قال لي ترقق فيما عدا ذلك، يعني لا يجي عليها ضمة ولا يجي عليها فتحة، ولا تكون ساكنة قبلها ضم، ولا يكون قبلها حرف ساكن. وفي عندي 5 كلمات في القرآن بيخرجوا عن يعني ايه، عن الليمت ده او عن القاعدة دي: قرطاس، فرقة، إرصادة، لبل، مرصاد. الأصول إن هنا اللي قبل الراء الساكنة مكسورة، ففوت الراء تبقى مرققة. قال لي لا، ال5 كلمات دولت الراء ما بتكونش فيها مرققة، بتكون مفخمة عادي، وتقرأ كما أنها مفخمة حتى لو هنا دي شاذة عن القاعدة الثابتة دي. حكم الراء من الأحكام الصعبة. أنا عارفة أنتوا كلكم تبتوا ما شاء الله، كله تنح، وأنا ما بقولش لا، كان الدرس شغال زي الفل لغاية إيه؟ لغاية قبل الراه، جت الراه من هنا والدنيا اتلخبطت، وأنا عارفة. فهي موضوع الراه مش من الحاجة السهلة، موضوع الراه صعب وعايز واحدة واحدة. طب يا تيتشر إزاي؟ لما أقول أنا عندي هنا مثلا، أنا وديكم الصفحة كده، حرف الراه العادي الطبيعي إن أنا أفتكره كده هوت إن هو مرقق، ري. طب إمتى التفخيم؟ قال لي لو كان عليه فتحة، أو كان عليه إيه؟ أو كان عليه ضمة، يبقى يا فتحة يا ضمة تفخيم. طب لو كان هو ساكن وجاء قبله برضك يا فتحة يا ضمة، يبقى برضك مفخم. يبقى إذا كان هو نفسه عليه فتحة أو ضم، أو هو ساكن وقبليه ضمة أو قبليه فتحة. طيب إيه تاني يا ميس؟ قال لي إذا وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء. يعني ايه ساكن؟ ساكن دي يعني مد ألف، مد واو، مد ي، دي كده اسمها حروف ساكنة، أو على سكون عادي. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قدر الدال هنا عليها ايه؟ الدال عليها سكون في القدر، فهنا الراء وراه. طب ادي الراء قبلها ايه؟ قبلها ساكن، جميل، أو قبلها ساكن من ألف أو واو أو ي، كل ده برضك. فأقولها إزاي؟ الأمور، الأمور، مش أمو، الأمور، لأ، الأمور، ره إيه؟ مفخم، جميل. يبقى أنا هنا عندي كلمة الأمور، عندي كلمة القدر، كل دولت يبقى في حال الضم، في حال السكون، في حال الفتح، كل ده الره مفخم. طب امتى بقى ان انا ارققها؟ قال لي ترقيقها بقى لما تكون الراء نفسها مكسوره. ركزوا عشان ما ننساش. يبقى انا لما كانت مضمومه او مفتوحه كنت بقول عليها ايه؟ مفخمه. طب لو كانت مكسوره يبقى مرققه. امتى تاني يا ميس؟ لو كانت هي ساكنه واللي قبلها مكسور، ما عدا ال5 كلمات اللي قدامنا دول اللي هم ايه؟ قرطاس، فرقة، إرصادة، لبل، مرصاد. الأصول إن هنا الراء ساكنة واللي قبلها مكسور، وبتبقى مرققة. قال لي لا، ال5 كلمات دول يا مس أنا ما ينفعش، 5 كلمات دول إيه؟ بعيد زي شواذ القاعدة، بعيد عن إيه؟ عن القاعدة دي. يبقى أنا إمتى أرقق إلى حرف الراء عشان ما أتلخبطش؟ لما ألاقي الراء تحتيه كسرة يبقى مرقق، بس أدي رقم 1. إيه تاني؟ لو كان الراء عليه ساكن سكون واللي كان قبله على تحتيه كسرة ما عدا ال5 كلمات قرطاس، فرقة، إرصاد. بس
فيما عدا ذلك الراء على طول مفخمة. هقولها لآخر مرة، امتى فخم الراء وامتى رققها؟ هسيب التفخيم، تفخيم واسع شوية، اخد الترقيق سهل. قال لي لما اشوف اي كلمة فيها حرف راء تحتها كسرة اقول عليها مرققة، وامتى كمان؟ لما تكون الراء نفسها عليها سكون واللي قبلها تحتيه كسرة، ما عدا الخمس كلمات قرطاس فرق فرقة إرصادا للبرمصات. إيه، وضحت الرؤية شوية ولا اتلخبطتوا لسه؟ ها سنة تمام. تانية، أنا حاسة إن كده أوضح شوية. يبقى إيه، لما الراء مكسورة مرققة، قبل هي ساكنة قبلها مكسور مرققة، أي حاجة تانية مفخمة. جميل. الامتحان بقى يجيلي ازاي؟ يقول لك عرف التفخيم، عرف التدقيق، ايه الحروف اللي تفخم، يديك كام كلمه، يقول لك اذكر حكم الراء فيها مفخمه ولا مش مفخمه، ان حكم الراء ده من اصعب الاحكام. طب انا احتاس اعمل ايه؟ يسالني ولا تزعل، موضوع ابسط ما يمكن، انا اشوف الكلمه واشوفها الراء مكسوره مرققه، ساكنه قبلها قصر برضك ايه مرققه، ما عدا قرطاس وزي ما قلنا فرق وفرق رصادا لبين مرصاد، بس كده. اي موضوع التفخيم والترقيق، يبقى نقوله اخر مره، تفخيم الحروف ان انا افخم الحرف، تضخيم الحرف، الترقيق تنحيف الحرف، الحروف المفخمه قص ضغط انقض، وكمان عندي حرف اللام في كلمه الله لما يكون قبلها ضمه او قبلها فتحه، او الله قبلها كسره اقول الله. بعد كده حروف مفخمة، ايه تاني؟ دي اسمها حروف مفخمة بشروط. طب ايه تاني عندي؟ الراء، الراء الطبيعي ان هو مفخم، لما امتى يكون مرقق؟ لما يكون مكسور او يكون ساكن قبل ايه مكسور، ما عدا الخمس كلمات اللي قلنا عليها. ادي مختصر الدرس، ولا في ابسط من كده ولا في اي شيء. مين مش فاهمه او مين حاجة صعبة عليه اعيدها له. يلا سنة تانية، افتحوا المايكات وردوا عليا. تمام، شكرا. تمام، كله تمام. ها بتقول تمام، الباقي كله لأ، كلكم لا فاهمين؟ مستر، لا حد تمام، يتكسف لا تمام. مش ايه؟ مش فاهم، محدش يتكسف. ها موضوع سك لازم يكون تفهمه عشان تلاقي انت تظبطه. الرعب بس يعني مش حتة الرعب دي. وصل يعني؟ الحمد لله، شكرا لله رب. طيب عندي أسئلة الكتاب المدرسي، نفتحها كده مع بعض. بيقول لي ايه اللي هو الكتاب المقرر؟ انا بركز عليه اكتر من كتاب تدريبات المعلم او تدريبات الاضواء، يعني تدريبات الكتاب المقرر هو اللي بيجي منها الامتحان 8. بيقول لي اعرف التفخيم والترقيق. يلا التفخيم هنقول ايه؟ يلا يا ملك طلعي كده الاجابه، ايه هو التفخيم؟ ملك ألو، ايوه يا ملك، وير ار يو؟ طب حد يقول لي ايه هو التفخيم؟ ماشي يا محمد علي، اتفضل. حد مركز معايا والباقي مش مركز؟ بقول ايه هو التفخيم، دور في الكتاب واقراني، انا مبقولكش ذاكر. محمد رفع ايده الاول، اتفضل يا محمد. هو تفخيم الحرف عند النطق به. ايه هي حروف التفخيم يا ادم؟ حروف التفخيم مش الخاء الصاء الضاء الغين الطاء والقاف والباء. قص ضغط انقاذ، احسنت. واللام وايه في كلمه الله والراء، جميل في بعض الاحكام. طب عندي على كده السؤال رقم 3، بيقول لي ايه اذكر حكم الراء في الكلمات الاتيه. تعالى بينا، يلا بينا بتول. عندي كلمه مصر، ها هنا الراء قبلها ايه؟ ميس اللي هي مصر بترقق عند الوقف، عند الوقف وتفخم عند الوصل. تضخم عند الايه وترقق ايه؟ مش فاهم قصدي. جيم صح، يعني انا لو توقفت عندها تبقى مفخمه ولو وصلتها تبقى مرققه قصدك؟ ميس انا اذكرها قبل كده، اكاديمية الكتاب، ان مصر يعتبر من الكلمات اللي هي بتفخم احيانا وترقق احيانا. ما شاء الله على العلم، ماشي يا عم، متشكرين عليك، علمتنا حاجه جديده اهو. ممكن تقولي لي رقم الصفحة كام؟ صفحة كام؟ طب اللي معاها الأضواء، معاكي أضواء ولا معاكي إيه؟
معايا المعلم. أول درس هتلاقيه صفحة 5 6. عايزين الترم التاني كلنا نتحد على كتاب واحد، الله يرضى عليكم. ماشي، يعني مش عايزين كل واحد يجيب كتاب بأي حاجة وخلاص، لا. تيتشر أمنية حاجة إن هو الأضواء، وأرجوكم تلتزموا بالكتاب، أضواء يا أضواء، خلاص إن شاء الله. طب الحصة كده خلصت إن شاء الله، حكم الرأي كده فهمناه وعرفنا أحكام التفخيم والتوقيق وسمعنا آيات النهاردة. أشوفكم على خير إن شاء الله الحصة الجاية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواجب وعليكم معلش ابعتي على جروب الواجبات اللي هو ايه، تدريبات الكتاب المكرر. ماشي، الكتاب المدرسي. الدرب المدرسي. ايوه حبيبتي، ربنا يرضى عليك. السلام عليكم. عليكم السلام.